كابتن طبعا خالد جدالله واحد من نجوم النادي الاهلي ونائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. كابتن خالد مساء الخير عليك كابتن. مساء الخير يا محمد، بس هستاذنك علي صوتك شويه لان الصوت بعيد. تحياتي ليك يا كابتن. ممكن بقى يعني لو حضرتك مش هقول لك يعني كده كويس يا كابتن سامعني؟ كده كويس يا فاروق حبيبي يا كابتن. واحد من مدربيني طبعا كابتن خالد. كلمني على معتز زينه وكل سنه وهو طيب. كل سنه وانت طيب يا كابتن، ويعني سعيد بتواجد حضرتك معايا. واكيد واحنا بنتكلم على النادي الاهلي، حضرتك كنت واحد من نجوم النادي الاهلي والمواقف اللي بيمر فيها النادي الاهلي اكيد عشتها يا كابتن، ولكن كيفيه الخروج من الحالي لتوقيت افضل ان شاء الله للنادي الاهلي في مرحله قادمه يا كابتن؟ لا باذن الله النادي الاهلي قادر ان هو يخرج على اي مطبات بتحصل له في اي وقت. والعمليه انا شايف ان يعني اللي حصل في الثلاث اربع ماتشات الاخرانيين دول نتيجه برضه تشبع اللعيبه وكثر الماتشات وكثر البطولات. اي فرقه على مستوى العالم بيجي لها فتره بيحصل فيها ضغط، انما هي الشطاره ازاي فرقه كبيره واللي هي اصحاب البطولات واللي هي شخصيه البطل زي النادي الاهلي دايما بتعرف تطلع على طول من المخدرات دي، وباذن الله اللي جاي احسن باذن الله ان شاء الله. كابتن يمكن حضرتك ما عرفش طبيعه المباراه ولا ما تابعتهاش، يعني خلي بالك يعني كابتن بتشوف المباراه دي مجملا يعني فنيا ازاي يا كابتن خالد؟ والله فنيا من الشوط الاولاني احنا متسيدين، ضغطنا وحش طبعا في ضربة جزاء بعد يمكن وليد سليمان اللي هو بيجيب على طول ضربات الجزاء تسديد ضربات الجزاء، برضه حظ عطر جدا بعد ضربة الجزاء التحول طبعا في المباراة كان ممكن الشوط الاولاني يخلص واحنا كسبانين، كان فرق جامد جدا، ولكن سوء الضغط وقلة التوفيق برضه اللي صادفنا خلال الشوط الاولاني ادى الى التراجع في الشوط الثاني. برضه احنا ما نعرفش الجو هناك ازوار، كان في خطوط عاليه جدا لان كان ان اللياقه البدنيه بتاعت النادي الاهلي بتاعت اللعيبه خلال الشوط الثاني حصل فيها دروب شويه، ولكن عدم التوفيق انا شايف ان عدم التوفيق وده بيحصل على كل مستوى الفرق على مستوى العالم كله، بيجي وقت ما بيبقاش فيه توفيق. نتمنى ان باذن الله الوقت ده يكون خلص واللي جاي باذن الله احسن من النادي الاهلي. طيب كابتن يعني جزئيه كابتن حسام البدري واعتذاره بتشوفها ازاي، وتقبل اعتذار كابتن حسام البدري او الاداره لاعتذار كابتن حسام البدري؟ الشكل كان مميز جدا ما بين الاثنين الصراحه. لا يعني بالنسبه للكابتن حسام انا اللي سمعت الاعتذار بتاع الكابتن حسام يمكن حسام حس برضه حسام اصلا مش غريب عن النادي الاهلي، احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، جاب بطولات كثيره جدا للنادي الاهلي بشكل كبير جدا، ولكن يمكن هو حس ان مفيش توفيق او في قله ضغط شويه او عدم توفيق، فهو فضل ان هو يعتذر لان طبعا هو يهمه مصلحه النادي والنادي دايما يطول خلاص ويبقى في نتائج كويسه. فاي مدير فني محترم زي الكابتن حسام البدري لما بيلاقي الدنيا بتقف معاه شويه فهو فضل ان هو يعتذر عشان يدي حريه لمجلس الاداره في اي اختيار هو عايزه. صحيح. يعني يهمني برضه حضرتك متواجد معايا كابتن اطمن على قطاع الناشئين، خصوصا ان احنا الفتره اللي جايه احنا محتاجين بشكل كبير حته ضخ المواهب بالنسبه للفريق الاول يا كابتن. انا احب اطمنك يا محمد واطمن كل جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا بتواجد الكابتن محمود الخطيب اللي هم موفرين لنا كل الجو المناسب المريح ان احنا نقدر نشتغل بشكل كويس في قطاع الناشئين. اطمنك ان الفترة اللي جايه باذن الله تعالى هنا ذخيره من كم من اللعيبه على مستوى عالي جدا باذن الله هيكونوا كوميتي وهيكونوا مستقبل مبشر للنادي الاهلي في السنوات القادمه نقدر الفريق الاول. يمكن النهارده انا بكلمك انا وانا لسه راجع من حفل التكريم بالنسبه للفريق احنا مواليد 2001 بتاعنا بتاع النادي الاهلي اللي حصل على السلطه الجمهوريه. والفرقه دي بالذات فيها مجموعه من اللاعبين بحاجات كتير على ذات في مختلف المراتب على مستوى الدفاع وخط الهجوم وخط الوسط باذن الله هيكونوا اكبر تابعين للنادي الاهلي بدءا من نهايه الموسم القادم. احنا على مستوى قطاع الناشئين الحمد لله كسبنا ثلاث بطولات من اصل ست بطولات، ودي يعني يمكن ده العادي بالنسبه للنادي الاهلي، كان ممكن ناخد اكثر من كده، ولكن بالنسبه للسنين اللي فاتت في تحسن كبير جدا طبعا الحمد لله. كابتن احنا نتمنى طبعا عندنا مجموعه مميزه من اللعيبه تبقى متواجده، اهم حاجه عمليه اللي زي ما نقول ضخ الدماء داخل الفريق الاول. لكن يعني جزء مهم جدا عايز اساله حضرتك كابتن، عمليه التنسيق اللي هتبقى موجوده ما بين ان شاء الله يعني المدير الفني الاجنبي وقطاع الناشئين بتشوفها ازاي واهميتها يا كابتن خالد؟ لا باذن الله لازم هيكون في تنسيق على مستوى عالي يعني هو اللي بيحصل دايما لما يجي المدير الفني الاجنبي لازم هيكون في تنسيق ما بيننا وما بين
ما بين وما بين قطاع الناشئين. التنسيق ده من ناحيه المراكز اللي هو محتاجها بالنسبه للدرجه الاولى، ايه اللي احنا ممكن نركز عليه؟ نركز على انهي مراكز اللي هو ممكن ان احنا نصعدها له؟ زي ما بقول لك احنا عندنا لعيبه باذن الله في نهايه الموسم القادم، في نهايه الموسم القادم باذن الله هيبتدي هنطلع الفريق الاول لعيبه تقدر تدي النادي الاهلي 10 سنين قدام. يا رب ان شاء الله. كابتن خالد انا بشكرك، واحد من المدربين اللي يعني دربوني حاجه مميزه جدا كابتن خالد جد الله نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. بشكرك شكرا يا كابتن خالد، يعني بشكرك شكرا جزيلا.